السلام عليكم جميعا. في محاضرتنا اليوم إن شاء الله رح نحكي عن البالانسد أوكلوجن. البالانسد أوكلوجن هي إحدى الأوكلوزال سكيمز. الأوكلوزال سكيم هي عبارة عن طريقة صفي للأسنان الاصطناعية في الكومبليت دنتشر. عندي أكثر من أوكلوزال سكيم أو أكثر من طريقة لصفي الأسنان في الكومبليت دنتشر، منها البالانسد أوكلوجن، منها المونوبلين أوكلوجن، ومنها اللينجوالايز أوكلوجن. هلا المونوبلين واللينجوالايز أوكلوجن إن شاء الله بسنة رابعة وخمسة رح نفهمهم أكثر، ولكن نحن حاليا لازم نفهم شو هو البالانسد أوكلوجن. قبل ما نبلش في تعريف البالانسد أوكلوجن لازم نفهم طريقة الأوكلوجن أو الإطباق في الناتشرال دنتشن عندنا نحن بالأسنان الطبيعية. هلا نحن اللي عندنا أسنان طبيعية، لما نيجي مثلا نعمل بروتروجن أو نقدم فكنا للأمام، أسناننا الأمامية رح تكون خابطة ببعض والأسنان البوستيريا رح تكون مفصولة عن بعض. بليز جربوها علشان نفهمها مع بعض أنا وياكم. سو لما أجي أقدم فكي للأمام، الأسنان الأنتيريا خابطين ببعض، البوستيريا فاصلين عن بعض. هاي شغلة. الشغلة الثانية، لما أجي أحرك فكي يمين ويسار، فور إكزامبل قررت إني أحرك فكي إلى مثلا اليمين، بدنا نعرف إنه الجهة اللي بحرك لها فكي اللي هي اليمين الأسنان فيها حتكون خابطة، والأسنان اللي في الجهة المقابلة رح تكون مفصولة عن بعضها البعض. نفس الفكرة، لو حركت فكي لليسار مثلا، الأسنان اللي على اليسار حتكون خابطة والأسنان اللي على اليمين ما رح تكون خابطة ببعضها البعض. طيب هلأ بس خليني أحكيكم عن موضوع لما أحرك فكي لليمين واليسار. لما أحرك فكي على اليمين for example رح أسمي هاي الجهة working side، والجهة الأخرى رح أسميها balancing side أو non working side. أعطيكم مثال آخر، حركت فكي إلى اليسار، من ال working side اللي حركت فكي لإله، إذا اليسار هو ال working side بينما اليمين هو ال non working side أو ال balancing side. So خلينا هيك نرجع نحكي ايش بصير عندي في الناتشرال دنتيشن. في حال عملت بروتروجن او حركت فكي الى الامام، الانتيريور تيث رح يخبطوا والبوستيريور تيث ما رح يخبطوا. حركت فكي لليمين، الوركينج سايد او اليمين الاسنان فيها رح تخبط، واليسار او البالانسينج او نون وركينج سايد الاسنان فيها ما رح تخبط. ونفس الفكره اذا حركت فكي لليسار. هلا هذا الكلام اللي بصير في الناتشرال دنتيشن ممنوع يصير عندي في الكومبليت دنتشر. في الكومبليت دنتشر لازم يكون عندي بالانسد اوكلوجن. كيف يعني؟ يعني كل الاسنان تكون خابطه ببعضها البعض بنفس اللحظه في حال عملت اي حركه. فور اكزامبل عشان نفهم، حركت فكي للامام، عملت بروتروجن، الاسنان الانتيرير والبوستيرير لازم يخبطوا ببعضهم البعض. هذا وين؟ في البالانسد اوكلوجن او عند شخص عنده كومبليت دنتشر. هذا ما بصير في الناتشرال دنتشن. طيب كمان عشان يكون عندي balanced occlusion، إذا البيشنت حرك فكه لليمين، المفروض إنه اليمين واليسار الأسنان تكون فيها خابطة ببعضها البعض. حركت الفك لليسار وأنا حاطة balanced occlusion complete denture، الأسنان اللي على اليسار وعلى اليمين بدهم يخبطوا ببعضهم البعض. هذا الفرق ما بين الناتشرال dentition وما بين البالانسد occlusion. So كتعريف، what's the balanced occlusion؟ It's simultaneous bilateral contact between upper and lower teeth during all mandibular movements. كيف ما أحرك فكي سواء protrusion ولا أرجع حتى فكي لورا retrusion ولا أعمل lateral movements يمين ويسار، لازم يكون في عندي bilateral contact، يعني الأسنان على اليمين وعلى اليسار خابطين ببعض simultaneously، يعني بنفس اللحظة. Okay, so this is the balanced occlusion. كيف ما أحرك فكي كل الأسنان لازم يكون عليها contact. طبعا إحنا ما عم نحكي عن anterior teeth، عم نحكي عن posterior teeth. الأنتيريور تيث ما بتخبط ببعضها البعض إلا أثناء البروتروجن، يعني لما أقدم فكي للأمام. طيب so, هنا هذا اختصار للي حكيناه أنا وياكم. في الناتشرال دنتشن أو الناتشرال تيث هاي الكونتاكت مش موجودة. لما أجي أعمل lateral movement مثلا، أحرك فكي على إحدى الجهات سواء يمين أو يسار، رح يكون عندي جهة واحدة فقط خابطة اللي هي على الworking side، والجهة الثانية الـ balancing side ما بتخبط ببعض، أو اللي هي non working side الأسنان فيها ما بتخبط ببعض. طيب هلأ على الـ working side، for example حركت فكي لليمين، حكينا اليمين خابطين ببعض، الـ balancing أو الـ left مش خابطين ببعض. طيب شو هي الأسنان اللي حتكون خابطة ببعضها البعض على الـ working side؟ عندي نوعين من هذه الـ teeth contact، إشي يعرف في الـ canine guidance وإشي يعرف في الـ group function. please صححوا لي اياها، مش through function، group function.
اوكي سو عندي على الوركينج سايد الاسنان بيخبطوا ببعضهم البعض بطريقتين، يا اما بطريقه الكينين جايدنس يا اما بطريقه الجروب فانكشن. تعال نشوف ايش الفرق ما بينهم. طيب هلا عندي هاي الصوره، خلينا نطلع على هدول الثنتين. هون عندي البيشنت حرك فكه لليمين، اذا this is the working side. اذا بتلاحظوا على الجهه اليمين فقط الكينينز خابطين ببعضهم البعض، والبوستيريا تيث كلهم they are separate they are not contacting. هاي اللي احنا بنسميها canine guidance، يعني على الworking side مش خابط او مش لامس الا الكينينز. هلا هون عندي بهاي الحالة عندي group function. شو يعني group function؟ يعني انا حركت فكي for example على اليمين، اذا عندي هاي الworking side، عندي اكتر من مجموعة من الأسنان خابطين ببعض. هنا for example عندي الكينينز والبريمولرز خابطين ببعض، مجموعة من الأسنان خابطة ببعض مش بس الكينين. so نرجع هيك نلخص الأمور مرة تانية. عندي على ال working side في عندي احتماليتين للأسنان كيف how they contact each other، يا إما canine guidance يعني حركت فكي على اليمين فقط الكينينز اللي على اليمين خابطة ببعض، وفي عندي شغلة اسمها group function اللي هي مثلا حركت فكي على اليمين على working side رح يكونوا أكتر من سن خابطين ببعض مش بس الكينينز. طبعا شو بصير على الجهة الثانية اللي هي non working side أو ال balancing side، ولا سن بيكون خابط ببعض؟ خليني أورجيكم. هاي هون عندي مثال ال patient محرك فكه على اليسار، so this is the working side. عندي هون الكينينز لامسين ببعض وحتى هون أسنان هدول لامسين ببعض. so هون عندي group function. ماذا عن الجهة ال non working أو ال balancing side؟ ولا سن لامس بعض، وهذا الموجود في ال natural teeth بس مش موجود في ال complete denture. طيب أورجيكم هلأ لما نحرك فكنا إلى الأمام إيش بصير. مثل ما انتم شايفين هون نحن عاملين protrusion او patient هون محرك فكه للامام، بنلاحظ انه فقط الانتيرير تيث لامسه ببعض وخابطه بعض، بينما البوستيرير تيث كاملين على اليمين وعلى اليسار مش خابطين ببعض. هذا موجود في الناتشرال تيث بس مش موجود بالكمبليت دنتشر. في الكمبليت دنتشر حتى لو البيشنت قدم فكه للامام الانتيرير والبوستيرير بدهم يخبطوا ببعض. طيب هلا بدي اياكم تعرفوا انه هاي الظاهره تعرف في الكريستنسنس فينومينن، وهي تعرف بانه اذا بدي اعرف لكم الكريستنسنس فينومينن هي لما اجي اعمل بروتروجن فقط الانتيرير تيث خابطين ببعض بينما البوستيرير تيث they are not they are separate، بمعنى اخر اللي حكيناه كلياته. طيب هلا ايش فكره البالانسد اوكلوجن؟ ليش انا بدي في الكومبليت دنتشر يكون عندي بالانسد اوكلوجن وكل الاسنان خط ببعض بغض النظر عن الحركه اللي نحن عملناها؟ فور ستابيليتي، لانه يا جماعه اذا انا حركت فكي للامام كنت لابسه كومبليت دنتشر وفقط الانتيرير تيث خبطوا ببعض والبوستيرير تيث لا، راح يسقط الدنتشر. اوكي ما حيكون في ستابيليتي. اذا حرك البيشنت فكه لليمين وهو حاطط كومبليت دنتشر بس اليمين خبطه واليسار لا، راح يسقط الدنتشر. سو انا بدي كل الاسنان تكون خابطه ببعض بنفس الوقت لحتى يكون في عندي ستابيليتي، يعني لحتى يكون عندي انا الدنتشر ثابت بمحله ما بيوقع، سواء البيشنت كان عم ياكل عم يحكي عم بيحرك فكه باي شكل من الاشكال يضله ثابت. سو هلا خلينا نحكي اكثر عن الريكوايرمنتس او عن المتطلبات اللي المفروض تكون موجوده في الكومبليت دنتشر اوكلوجن او في اطباق الكومبليت دنتشر. اول شيء طبعا بدي ستابيليتي في البوث سنتريك اند اكسنتريك ريليشنز، يعني سواء البيشنت مطبق اسنانه او عم بيحرك فكه بدي ستابيليتي، بدي يضل الدنتشر ثابت بمحله ما بدي اياه ابدا يوقع او يصير على اي شيء. ثاني شغله البالانس اوكلوزال كونتاكت، لازم يكون في عندي contact أو إنه الأسنان خابطة ببعضها البعض during all eccentric movements. حرك فكه لليمين لليسار قدم فكه للأمام بغض النظر عن الحركة اللي بيعملها البيشنت، لازم يكون في عندي balance occlusal contacts during all eccentric movements. طيب عشان أحقق ال balanced occlusion لازم على الأقل يكون في عندي tripoding contact، يعني لازم يكون في عندي three contact points على الأقل، واحدة anterior وتنتين posterior. يعني لو سنين anterior فقط لامسين ببعض في نقطة واحدة وفي نقطتين واحدة على اليمين وواحدة على اليسار posteriorly، أنا رح أحقق البالانسد أوكلوجن. ولكن كل ما زادت هالكونتاكت كل ما كان البالانسد أوكلوجن والستابيليتي أحسن. طيب
هلا ثالث متطلب بحتاجه علشان يكون في عندي balance occlusion هو ال unlocking of the cusps mesiodistally so the denture can settle. كمان شوي رح نفهم شو يعني. شغلة كمان كتير مهمة إنه الكسبال هايت should be reduced to control the horizontal forces. ما بدي الأسنان تكون الكسبس فيها كتير طويلة، بدي إياهم يكونوا شوي قصار. هلأ كمان شوي بنفهم ليه. وآخر متطلب incisal clearance during all posterior functions. يعني I need the incisors أو the anterior teeth to contact only during protrusion. إذا حركت فكي لليمين أو لليسار وأنا حاطة complete denture، ما بدي ال anterior teeth تكون لامسة ببعضها البعض. ال anterior teeth مثل ما حكيت لكم في بداية المحاضرة they do not contact إلا بال protrusion. هلا هذا بس اللي حكيت لكم اياه اللي هو الوركينج سايد والبالانسينج او النون وركينج سايد. الوركينج سايد هو الجهه اللي انا بحرك لها فكي. فور اكزامبل حركت فكي لليمين، اليمين تعرف في الوركينج سايد واللفت بسميها بالانسينج او نون وركينج. حركت فكي مثلا على اليسار، مين منهم الوركينج سايد؟ اللفت، واليمين رح تكون بالانسينج او نون وركينج. طيب هلا to achieve the balanced occlusion I have to have certain principles. في عندي بعض القواعد لازم ألتزم فيها لحتى يصير عندي balanced occlusion. أول شيء all teeth on the working side should glide smoothly against the opposing teeth. يعني بدي على working side حركت فكي لليمين، الأسنان اللي على اليمين بدي إياها بين قوسين يزحلقوا على بعضهم البعض smoothly. ما بدي الأسنان تكون عم تخبط ببعض أو زي stuck إلى حد ما. ما بدي هالأشياء. طيب no single tooth should produce any interference. ما بدي أي معوقات للأوكلوجن. مش أحرك للبيشنتس فكه اليمين يكون بس عندي سنين خابطين ببعض وباقي الأسنان مفصولة عن بعض، لأنه هذا يعتبر إيش، أسنان طويلة مثلا بحفها بتصير كل الأسنان خابطة ببعض. نفس مبدأ الكونز، أحيانا بنعمل حشوة طويلة بصير البيشنت لما يسكر أسنانه على بعض بس هالسنين بيكونوا لامسين ببعض بسبب الحشوة الطويلة وباقي الأسنان لا. بروح بحف هاي الحشوة الطويلة بتصير كل الأسنان مطبقة على بعضها البعض بطريقة طبيعية. فما بدي أي انترفيرنس، ما بدي بين قوسين حشوات عالية، لا ما بدي أسنان كتير طويلة عاملة عندي معوقات للأوكلوجن. Okay, there should be contacts on the balancing side. مثل ما حكينا حركت فكي لليمين، اليمين واليسار بدهم يكونوا خابطين ببعض، مش بس ال working side بل أيضا ال balancing side. هاي شغلة ما بتكون موجودة في ال natural teeth. هاي شغلة موجودة فقط لل patients اللي عندهم complete denture وعاملين لهم balanced occlusion. So this is not natural. There should be simultaneous contact during protrusion. يعني بدي كل الأسنان تخبط ببعضها البعض بنفس اللحظة. هلأ هون عندي في centric relation خلينا نشوف الكسبس. هي عندي هون البكال كسبس of upper teeth وهنا البكال of lower teeth. وهنا اللينجوال أو البالاتال كاست. هلأ بنلاحظ في السنتريك أوكلوجن عندي اللينجوال كاست of upper teeth جاية على الفصة of lower teeth، وعندي البكال كاست of lower teeth مطبقة على الفصة of upper teeth. هلأ طبعاً نحن بنسمي البكال كاست of lower teeth واللينجوال كاست of upper teeth بنسميهم functional cusps. هاي بالنسبة للسنتريك أوكلوجن، هيو مكتوب هون اللي حكينا عنه. ماذا عن لما نيجي نعمل lateral excursions أو نحرك فكنا لليمين أو لليسار؟ إيش اللي بصير؟ هلأ هون عندي حركنا فكنا لهاي الجهة. So هاي الجهة تعرف في ال working side، سميها working occlusion. والجهة الثانية اللي ما حركنا لها فكنا، إحنا حركنا هون. So هاي الجهة بسميها balanced occlusion أو non-working side. طيب خلينا نشوف على الوركينج سايد ايش بصير، ايش الكسبس اللي بيكونوا لامسين ببعض. رح يكون عندي البكال اوف ابر لامسه في البكر بكال اوف لور، وعندي اللينجوال اوف ابر خابطه باللينجوال اوف لور. بينما على النون وركينج سايد خلينا نطلع عليها هون بهي الصوره، بنلاحظ انه عندي اللينجوال اوف ابر خابطه في البكال
of lower، يعني الفانكشنال كاسبس خابطين ببعضهم البعض على البالانسينج سايد او على النون وركينج سايد. هذا ما يعرف في الوركينج اوكلوجن والبالانسد اوكلوجن، هي مكتوبة هون. هلا خلينا نتطلع في الكومبليت دنتشر. لما نيجي نعمل بروتروجن شو اللي بصير؟ مثل ما اتفقنا في الكومبليت دنتشرز، لما نعمل بروتروجن both anterior teeth and posterior teeth will contact. They will remain in contact. يعني باختصار كل الأسنان حتكون خابطة ببعض. هل هذا الموضوع موجود في الناتشرال تيث؟ حكينا لا. في الناتشرال تيث عندنا إشي اسمه كريستنسنس فينومينون، يعني أنا لما أحرك فكي للأمام وأعمل بروتروجن، الأنتيريور تيث خابطين ببعض، البوستيريور تيث are not, they are separate، ما فيهم contact. So عكس بعض الناتشرال تيث والأوكلوجن عندي في الكمبليت دنتشر. طيب هلأ في عندي 5 عوامل تؤثر عندي على الأوكلوزال بالانس أو البالانسد أوكلوزن. هذول الـ5 عوامل اكتشفهم العالم هاناو، فسمينا هذول العوامل الـ5 هاناو سكوينت، خماسية هاناو. 5 عوامل مثل ما حكينا تأثر على البالانس أوكلوجن. شو هم؟ هم الكوندايلر جايدنس، الانسايزال جايدنس، الأوكلوزال بلين، الكسب أنجل، والكمبنسيتنج كيرف. هلا هدول كلياتهم حبه حبه رح نفهم كل وحده ايش يعني، ولكن اللي بدي اياكم تعرفوه انه نحن بنحط الكوندايلر والانسايزال جايدنس على كفه من الميزان. بدي اياكم تتخيلوا الموضوع كميزان، بنحط هدول العاملين على كفه وهدول الـ3 عوامل على كفه اخرى. هلا انا دائما وابدا بدي اتزان ما بين هاي العوامل. طيب هلا في حال انا زدت الكوندايلر جايدنس، بغض النظر شو هو هلا حنشرحها، بس إذا أنا زدت الكوندايلر جايدنس، شو بدي أعمل على الكفة الثانية لحتى أحافظ على الاتزان ما بين هاي العوامل؟ بدي أزيدهم، صح؟ بدي أزيد على الأقل وحدة فيهم لحتى أنا أعمل اتزان ما بين الكفتين. طيب هلأ يلا نبلش نحكي عن عامل عامل. نبلش في الأوكلوزال بلين. ما هو الأوكلوزال بلين؟ الأوكلوزال بلين هو كالآتي. هلأ الأوكلوزال بلين هو عبارة عن هذا الخط الوهمي اللي جاي ما بين الأبر واللور تيث. شايفين هذا الخط الأحمر اللي جاي ما بين الأبر واللور تيث؟ هذا هو الأوكلوزال بلين. بنلاحظ أنه الأوكلوزال بلين مش خط سيدا، لا هو عبارة عن مثل كيرف. هذا اللي بدي إياكم تعرفوه لحد الآن. So the occlusal plane is not flat. هو عبارة عن مثل كيرف. And it's the plane connecting the incisal edges of upper teeth and cusps of posterior teeth. باختصار هو الخط اللي ما بين ال upper وال lower teeth. طبعا هو خط وهمي و it's not flat. هو curved. طيب هلا هاي الأشياء كلياتها أجلوا لي إياها، بس مرة أخرى بدي إياكم تعرفوا إنه الهاناو سكوينت في عندي عاملين بنحطهم على كفة اللي هم الكوندايلر انكلينيشن او الكوندايلر جايدنس مع الانسايزال جايدنس، وعلى الكفة الثانية بنحط الاوكلوزال بلين والكسبال انكلينيشن والكومبنسيتنج كيرف. بدي دائما اللي في البسط مساويات للي في المقام. سو اذا انا زدت مثلا الانسايزال جايدنس بدي ازيد اللي تحت، اذا قللت مثلا الكوندايلر جايدنس بدي ازيد الانسايزال جايدنس وازيد اللي تحت، وهكذا. دائما بدي انا تتخيلوها كميزان، تمام؟ هدول العاملين على كفة وباقي العوامل على كفة تانية، ودائما بدي هذا الميزان متزن، ما بدي كفة تنزل على حساب الثانية. أعطيكم آخر 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 مثال قبل ما نبلش نفهم كل شيء. إذا زدت مثلا الكوندايلر جايدنس، إيش بدي أعمل بباقي العوامل لحتى أحافظ على الاتزان؟ الإنسايزال جايدنس بدي أقللها، والكفة التانية بدي أزيد باقي العوامل لحتى أحافظ على الاتزان. طيب هلا خلينا نحكي اكثر عن الانسايزال جايدنس. شو هو الانسايزال جايدنس؟ عشان نفهمه بدي اياكم تطلعوا على هاي الصوره اللي بتوضح لي الابر واللور انتيرير تيث. اذا بتتذكروا في كان عندي 2 اوفرلابس ما بين الابر واللور تيث، اللي هم الفيرتيكال اوفرلاب اللي هو الاوفر بايت، والهوريزونتال اوفرلاب اللي هو الاوفر جت. شو هو الفيرتيكال اوفرلاب؟ هي هاي المسافه العمودية ما بين الأبر واللور تيث. بمعنى آخر، كم من اللور تيث مغطى بالأبر تيث؟ هذا ما يعرف في الأوفر بايت. وتعلمنا في المحاضرة الماضية أنه إذا زاد عندي الأوفر بايت بزيد عندي الإنسايزال جايدنس. ماذا عن الهوريزونتال أوفرلاب؟ الهوريزونتال أوفرلاب أو الأوفر جت هي المسافة الهوريزونتال أو الأفقية ما بين الأبر واللور تيث، تعرف في الأوفر جت.
إذا زادت الأوفر جت بدها تقل الإنسايز على الجايدنس. هاي الأشياء تعلمناها في المحاضرة الماضية. طيب هل علشان نفهم شو فكرة الفيرتيكال والهوريزونتال اوفرلاب وكيف بتأثر على الانسايزال جايدنس، سوا اول شيء نعرف شو هو الانسايزال جايدنس. الانسايزال جايدنس اذا بدنا نفهمه بدي اياكم كلكم تعملوا بروتروجن على الهادي، يعني بدي اياكم تقدموا فكم للامام شوي شوي. اللي راح نلاحظه هو كالاتي: اللور تيث الانسايزال ايدج تبعتها راح تزحلق على البالاتال سيرفيس اوف ابر تيث. مرة تانية، لما أقدم فكي للأمام أو أعمل protrusion، اللور incisal edge رح تزحلق على البالاتال سيرفيس of upper anterior teeth لحتى يصيروا الأسنان edge to edge، وبعدين يتقدم الماندبل للأمام براحته. شايفين هاي الزحلقة تبعت اللور incisal edge على الأبر تيث؟ هذا ما يعرف في الانسايزال جايدنس. طيب كيف بيأثر عندي على البالانسد أوكلوجن؟ كل ما زاد الانسايزال جايدنس، بمعنى آخر كل ما زادت المسافة اللي بتزحلق فيها اللور تيث على البالاتال سيرفيس اوف ابر تيث، كل ما الأسنان السفليين الأسنان البوستيرير انفصلت عن بعضها البعض أكتر. ليه؟ لأنه أنا عم بنزل الفك. أنا لما أزحلق اللور انسايزرز على البالاتال سيرفيس، كل ما زادت هالمسافة أنا عم بنزل فكي أكتر. إذا شو بصير على البوستيرير تيث؟ بنفصلوا أكتر. بالتالي دام أنا بدي البالانسد أوكلوجن، هل أنا بدي incisal guidance عالية أو لا؟ أكيد ما بدي incisal guidance عالية، بدي incisal guidance تكون أقل ما يمكن، يعني اللور تيث تزحلق أقل ما يمكن على الأبر تيث عشان ينزل الماندبل بس شوي والبوستيريور تيث ما ينفصلوا عن بعضهم البعض. بهذا أنا بحقق البالانسد أوكلوجن. So what's the incisal guidance? It's the path on the palatal surface of upper anterior teeth along which lower anterior teeth slide during mandibular movements. إذا هو المسار الذي تتبعه lower anterior teeth على the palatal surface of upper anterior teeth، فيها بتزحلق هال lower anterior teeth على ال anterior على ال upper anterior teeth خلال حركات الماندبل to be specific أثناء ال protrusion أو تقديم الفك إلى الأمام. طيب طبعا بسبب وجود ال vertical overlap أو ال overbite، كل ما زادت ال overbite كل ما زادت ال incisal guidance، بالتالي كل ما زاد ال posterior teeth separation، بالتالي هذا شيء سيء. لذلك أنا عندي في ال complete denture بدي ال vertical overlap أقل ما يمكن، بدي إياها حوالي نص مليمتر. ليه؟ عشان الزحلقة، هاي كمية الزحلقة تكون قليلة، بالتالي ينزل الماندبل بمقدار قليل، بالتالي ال posterior separation يكون أقل ما يمكن. So بدي ال overbite تكون قليلة لحتى يكون ال incisal guidance قليل، وبالتالي ال posterior teeth separation يكون قليل. So العاملين اللي بيأثروا عندي على الانسايزال جايدنس والاوفر بايت والاوفر جت، وفهمنا اذا زدنا كل وحده ايش بصير. اذا زاد عندي الاوفر بايت بتزيد عندي الانسايزال جايدنس، والاوفر جت اذا زادت بتقل الانسايزال جايدنس. يعني العلاقه طرديه بين الاوفر بايت والانسايزال جايدنس وعكسيه مع الاوفر جت. طيب هنا هاي الصوره بتوضح عندي الانسايزال جايدنس والكوندايلر جايدنس. هلا رح نحكي شو هو الكوندايلر جايدنس. هلا من اسمه كوندايلر جايدنس، هو شيء يتعلق في الكوندايل. هذا عندي طبعا الماندبل، هون عندي التي ام جي تو بي سبيسيفيك. التي ام جي كعظم مكون من الكوندايل والجلينويد فوسا. هلا شكل الاناتومي اوف الجلينويد فوسا والكوندايل كتير 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 بيأثر عندي على البالانسد اوكلوجن. كيف؟ هلا ركزوا معي. هاي عندي أنا الكوندايل وهي عندي أنا الجلينويد فوسا. هلأ دائما لما نيجي بدنا نحرك فكنا للأمام اللي بصير كالآتي: بسبب شكل الأناتومي of the glenoid fossa نحن بننزل فكنا شوي وبعدين بنقدمه للأمام، ما بيقدم هيك فجأة، لا، لأنه الكوندايل بده يزحلق هون. أورجيكم. So الكوندايل بده يزحلق هون لحتى يتقدم للأمام. سو زي ما أنتم شايفين هالكوندايل عم بنزل أول إشي بعدين بتقدم للأمام. طب مش هذا الإشي بسبب عندي
posterior teeth separation، كون الأسنان عم تنزل أو الفك عم بينزل لتحت. طيب this means إنه كل ما كان الأناتومي حاد، زي هون الأناتومي هون كتير حاد، سو حينزل كتير الكوندايل أو الماندبل حينزل كتير لتحت قبل ما يتقدم للأمام، بالتالي ال posterior teeth كتير رح تنفصل عن بعضها البعض. بينما لو أعمل لكم أناتومي بهذا الشكل، أناتومي كتير خفيف، ال patient حتى لو بده يقدم فكه للأمام، كمية الزحلقة هون حتكون أبسط، إذا كمية نزول الماندبل حتكون أقل قبل ما يتقدم للأمام، بالتالي ال posterior teeth separation حيكون هون أقل. So ال anatomy of ال TMJ كتير بيلعب دور، وهذا ما يعرف بال condylar guidance. كل ما كانت الجلينويد فوسة كتير steep وحادة، كل ما اضطر الماندبل ينزل لتحت أكتر لما يعمل أي حركة، بتصير البوستيرير تيث حينفصلوا عن بعضهم البعض أكتر. بينما لما تكون الأناتومي كتير ناعمة، الماندبل ما رح يضطر ينزل كتير لتحت، بالتالي الأسنان البوستيرير ما رح ينفصلوا عن بعضهم البعض كتير. فبرأيكم مين أحسن للبالانسد أوكلوجن؟ أكيد 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 إنه الجلينويد فوسة تكون الأناتومي تبعتها ناعمة، عشان أنا أخلي الأسنان مطبقة على بعضها البعض، أو على الأقل يكون ال posterior teeth separation أقل ما يمكن. بينما دائما لما يكون في عندي condylar guidance عالي أو الأناتومي كتير steep وحاد، كتير رح يضطر الماندبل ينزل لتحت، بالتالي كتير بصير في عندي posterior teeth separation، بالتالي هذا يعني جدا سيء لل balanced occlusion. طيب سو هاي هي فكرة الكوندايلر جايدنس، وطبعا الكوندايلر جايدنس بيعمل عندي مثل زاوية معينة، كل ما زادت هاي الزاوية مثل ما اتفقنا كل ما زاد ال posterior teeth separation. طيب هلا تتوقعوا هل هذا شيء أنا بقدر أتحكم فيه لما أجي أعمل complete denture؟ No, this is fixed. هذا anatomy من عند ال patient. هاي خلقة ربنا. I can't control it. Okay؟ هاي إشي موجود عند ال patient من ربنا. طيب طيب في حال كان البيشنت عنده كوندايلر جايدنس كتير ستيب، كان عنده الاناتومي كتير حاد، شو بدي اعمل؟ برجع للميزان بحكي انه انا عندي كتير كوندايلر جايدنس عالي، شو بدي اعمل؟ بلعب بباقي العوامل، بقلل شوي الانسايزال جايدنس، بزيد من هدول العوامل لحتى احافظ على كفتي الميزان باتزان، ما تنزل كفة على حساب التانية. So حتى ولو أنا مش باستطاعتي أغير أي شيء بالكوندايلر guidance أو inclination، باقي العوامل أنا بعرف أتحكم فيها. طيب so اللي أنا يعني بتمنى يكون عندي patient لحتى يكون في عندي complete denture فيه stability وفيه balanced occlusion، بدي شالو incisal guidance، بدي الأناتومي يكون ناعم، الأنجل قليلة، زي هيك. طيب so I need shallow incisal guidance وحتى shallow condylar guidance. Both of them are very necessary and important for complete dentures. مرة أخرى هلأ شو اللي بيأثر عندي على incisal guidance؟ تعال نراجع الأشياء. ال vertical overlap ال heel overbite وال horizontal overbite ال heel overjet. مثل ما اتفقنا كل ما زادت ال overbite بتزيد ال incisal guidance angle، بالتالي بيزيد عندي posterior teeth separation، فالعلاقة طردية ما بين هدول العاملين. وكل ما زاد عندي ال horizontal overlap أو ال overjet، كل ما قل عندي ال incisal guidance angle، يعني العلاقة عكسية ما بين هدول العاملين. طيب هلأ مثل ما اتفقنا، إذا كان عندي عامل مثلا مثل ال incisal guidance كتير عندي حاد، بدي أصير أضطر أتلاعب بالعوامل الأخرى لحتى أعمل توازن. For example عندي incisal guidance كتير عالية، بدي أزيد الكسبال هايت، بدي أزيد مثلا الأوكلوزال بلين كيرف، بدي أزيد الكمبنسيتنج كيرف أخليها ستيب مثل ما شفنا على الميزان. زدنا عامل من هون، بدي أزيد العوامل على الكفة الثانية لحتى يكون في عندي اتزان، والعكس بالعكس، قللت إشي على هاي الجهة بدي أقلل الجهة الثانية، وإلا الميزان كفته رح ترجع على منطقة على حساب الثانية. طيب so مرة أخرى وأخيرة، ليش لازم يكون في عندي الانسايزال جايدنس شالو وقليلة؟ ليش ما بدي انسايزال جايدنس عالية؟ مثل ما اتفقنا الانسايزال جايدنس كل ما كانت قليلة، البوستيرير تيث كونتاكت حتكون أكتر، يعني البوستيرير تيث ما رح ينفصلوا عن بعضهم البعض كتير. هاي شغلة. الشغلة الثانية this will reduce lateral
stresses and forces transmitted to the ridge. جربوها انتو بحالكم رح تفهموا اكتر. يعني هلأ نحنا لما نحرك فكنا للأمام، حكينا اللور تيث رح تزحلق على البالاتال سيرفس اوف upper تيث. لما تجربوها رح تلاحظوا انه في فورس عم تيجي على الأسنان، في زي قوة عم تضغط على الأسنان. هاي القوة أنا ما بدي إياها تكون على الكمبليت دنتشر، لأنه هاي القوة رح تروح تنتقل للعظم، رح تصير تعمل عندي مشاكل على العظم لبيشنت عنده كومبليت دنتشر. أوكي، so it will increase the resorption of العظم، رح يصير العظم كتير يذوب بسرعة، حتى ال stability of the denture حتقل. يعني أنا لما أضغط على هاي المنطقة، هذا يعني إن أنا عم بضغط على الدنشر وكأني عم بسقطه. أوكي طيب، أيضا ليش بحتاج شالو incisal guidance to reduce the downward movement of the mandible during edge to edge position؟ يعني ما بدي أنا كتير الفك ينزل عندي لتحت، وبالتالي ال posterior teeth separation ما يصير. هلا احنا اتفقنا انه الانسايزال جايدنس انجل بدي اياها اقل ما يمكن، لحتى يعني يصير في عندي ستابيليتي، ولحتى البوستيرير تيث ما ينفصلوا عن بعض، وكتير كتير كتير اسباب. ولكن في كتير حالات بتكون بتصعب علي اني انا اقلل الانسايزال جايدنس، في عندي ليميتيشنز بتاثر عندي على الانسايزال جايدنس انجل، مثل الريدج ريليشن شيب. هلا شخص عنده كلاس 2 لكلاس 3 ريليشن شيب، تاكدوا انه الانسايزال جايدنس رح تكون هون صعبة إني أنا أحققها زي ما بدي. الأرت شيب كمان بيلعب دور، يعني في patients عندهم المجزلة شكلها مثل حرف ال V، في patients عندهم مثلا زي حرف ال U، في patients شكل ال arch زي ال square. So different shapes of the arch رح تأثر عندي على ال incisal guidance angle. For example مثلا ال V shape حتكون أصعب الانسايزال جايدنس فيها من الراوند او السكوير. طيب في عندي الريدج فولنس، if the ridge is crowded the incisal guidance angle will be steep. كيف يعني؟ زي هنا انا عندي crowding او في عندي تزاحم بالاسنان، هنا تاكدوا انه الانسايزال جايدنس حتكون steep، حتكون حاده، يعني عندي incisal guidance عاليه. So ال ridge fullness برضو بيأثر على ال incisal guidance. حتى ال inter arch space أو المسافة ما بين ال upper وال lower teeth كتير بتلعب دور، وال phonetics letter F و S to be specific وال aesthetic requirements of the patient. أنا ما بزبط إني أضلني أعدل على ال incisal guidance angle لأنها رح تأثر عندي على ال aesthetics وال phonetics. إحنا حكينا إحنا بدنا أقل ما يمكن من ال overbite، صح؟ طب إذا أنا قللت كتير الـ overbite ممكن الـ patient يبطل يعرف يحكي حرف الـ S، ممكن الـ aesthetics تتأثر، الجمالية تصير يعني تتأثر. سو أنا محكومة بعدة عوامل، ما بيزبط أنا أأثر أو أغير الـ incisal guidance على كيفي، لا في كتير عوامل بتلعب دور بهذا الموضوع. أوكي هلأ كيف نحن طبعا نقلل الـ incisal guidance؟ بدنا نقلل الـ overbite to be specific. كيف؟ أول شيء by setting the upper teeth outside the ridge، يعني بخلي ال upper teeth برا جاية متقدمة عن ال lower teeth. هاي شغلة. تاني شغلة ال lower anterior teeth inside the ridge، هاي هلا جوا جاية. so بهاي الطريقة أنا بقلل ال incisal guidance إلى حد ما. وشغلة كمان to shorten the upper and lower teeth، كل ما قللنا طولهم كل ما قللنا ال overbite، بالتالي كل ما قللنا الـ incisal guidance. إذا بدكم تفهموا أكتر شو هم الـ overbite والـ overjet، هذا الفيديو كتير رائع أحضروه، مدته حوالي 3 دقائق، بيشرح الموضوع بطريقة رائعة، بس أنا أتوقع إنه من المحاضرة الماضية كل الأمور تمام. طيب هلأ صرنا حوالي نص ساعة عم نحكي عن موضوع الـ incisal guidance angle، وفهمنا أنه بدي أقللها قدر الإمكان. طب كم أخليها لحتى يكون في عندي balanced occlusion و stability؟ يفضل هاي الزاوية تكون 15 درجة، لا تزيد عن 15 ولا تقل عن 15. إذا زدنا هالزاوية الـ incisal guidance angle أكتر من 15 درجة posterior teeth will be separated، وهذا طبعا آخر إشي أنا بدي إياه. إذا قللنا الانسايزال جايدنس انجل اقل من ال 15 درجه الانتيرير تيث ويل بي سيبريتد، وهذا الشيء كتير بياثر على الفونيتكس او طريقه نطقي للحروف خاصه حرف الاف والاس، وعلى الاستاتكس الجماليه، مش حلو ان احنا نخلي الاسنان كتير بعاد عن بعض.
سو لا بدي يعني خلص نلتزم بموضوع الانسايز الجايدنس انجل تكون 15 درجة لا اكثر ولا اقل. هلا خلينا نحكي اكثر عن الكوندايلر جايدنس. نحن فهمنا شو هي، فهمنا انه اتس فيكس ما بيزبط انه نتحكم فيها، هاي جايه اناتومي خلقت ربنا ما بيزبط ابدا نتحكم فيها. ولكن اذا كانت عندي الجايدنس انجل كوندايلر جايدنس انجل ستيف او حاده لانه الاناتومي حاد، انا بيزبط اعدل على العوامل الاخرى مثل ما حكينا نلعب بالعوامل الموجودة على الميزان. زادت عندي الكوندايلر جايدنس قللوا الانسايزال جايدنس او زيدوا العوامل الثانية الموجودة على الكفة الثانية، والعكس بالعكس. بس طيب هلا طبعا عندي الكوندايلر جايدنس انجل هي عبارة عن زاوية formed by الكوندايلر باث اند ذا هوريزونتال بلين. بنعمل خط هوريزونتال وبنشوف كيف طريقة مسار الكوندايل، هاي الزاوية اللي ما بين هالشغلتين تعرف في الكوندايلر جايدنس انجل. كل ما قلت كل ما كان احسن للبالانس اوكلوجن. ليه؟ لانه اذا كان عندي كوندايلر جايدنس انجل قليلة هذا يعني انه الاناتومي عندي كتير ناعم، بالتالي لما اجي اقدم فكي للامام الماندبل ما بضطر ينزل كتير لتحت، فالبوستيرير تيث ما بصير عليهم سبريشن عالي، والعكس بالعكس. كل ما كان الاناتومي ستيب وحاد زي هون كل ما اضطر الماندبل ينزل كتير لتحت، بالتالي شو بصير على البوستيرير تيث؟ they will separate كتير، فما عندي هون balanced occlusion. اوكي هلا هون it's hypothetical، يعني hypothetical situation، اشي يعني مش موجود عند كل الناس، بس نحن بنحب انه تكون كوندايلر جايدنس مع الانسايزال جايدنس 45 درجة لحتى يعني يكون عندي البالانس اوكلوجن احسن ما يمكن. اذا كانت عندي هالزوايا 45 ما حيصير في عندي separation of teeth which is amazing for balanced occlusion، ولكن هذا كلام على ورق يعني مش اشي منطقي ولا اشي موجود بالعادة. هلا هذا تكرار للي حكيناه، خلص فهمنا اذا كان عندي shallow condylar guidance يعني الكوندايلر جايدنس قليلة باقي العوامل برضو بدها تقل. ليش؟ لأنه نحن حكينا عندي ميزان بدي ألتزم فيه. إذا كانت عندي steep condyler guidance أو increased أو حادة بدي أزيد باقي العوامل علشان أحافظ على الميزان متزن. طيب هلأ نيجي نحكي عن ثالث عامل في الهناوز كوينت اللي بيلعب دور في البالانس اوكلوجن اللي هو البلين اوف اوكلوجن. مرة أخرى ما هو البلين اوف اوكلوجن؟ هو عبارة عن الخط الوهمي اللي ما بين الأبر أند لور تيث، واللي بدي إياكم تعرفوه إنه it's not a flat plane، هو مش خط flat لا it's curved. أرجع أذكركم بالصورة زي ما أنتم شايفين بالخط الأحمر، it's not flat it's curved، هذا ما يعرف في ال occlusal plane. هلا هذا الأوكلوزال بلين أو الخط الوهمي اللي جاي ما بين الأسنان الأبر واللور المفروض إنه يكون parallel لخط برضو وهمي ما بين الألا of the nose والتريجس of the ear. بعمل خط ما بين الألا والتريجس، المفروض هذا الخط اللي يعرف في الكامبرز لاين أو ألا تريجس لاين يكون parallel to the occlusal plane. فيلا خلينا ننتقل هلأ للتفريغ نشوف إيش المعلومات اللي فيه. إذا الأوكلوجن plane of occlusion اللي هو عبارة عن imaginary surface خط وهمي ما بين ال upper وال lower teeth جاي parallel to the campers line اللي هو الألا تريجس line اللي حكينا عنه اللي هو الخط الوهمي الذي يدمج ما بين الألا of the nose and the tragus of the ear. هلأ this is not a real plane، هو مش عن جد يعني خط حقيقي، هو إشي وهمي مثل ما حكينا. There is no actual occlusal plane، هو إشي وهمي نحن عملناه، بس اللي بدي إياكم تعرفوا إنه هذا الـ plane of occlusion برضو بيلعب دور عندي في الـ balance occlusion. هلأ بنشوف كيف. هلأ خلينا نحكي أول شيء عن الـ compensating curves قبل ما نشوف كيف الـ plane of occlusion والـ compensating curves تلعب دور في الـ balance occlusion. What are the compensating curves؟ حكينا عنهم سابقا اللي هم ال curve of Spee, curve of Monson and sphere of Wilson.
أو curve of Wilson. طيب هلا they are called compensating curves because they are not real curves on the denture. They compensate for actual curves on the natural dentition. هاي ال curves موجودة في ال natural teeth. إحنا بنصنع زيهم على ال complete denture. مش موجودين هيك من حالهم أكيد. ولا إشي في ال denture موجود لحاله. نحنا بنحاول نصنعهم على ال complete denture. هلا بنفهم ليه. هلا طبعا عندي ال anterior posterior curve اللي هو ال curve of Spee. وعندي الميديو لاترال كيرف هو كيرف اوف ويلسون. both of them لازم اعملهم على الدنشر علشان احقق البالانسد اوكلوجن. اذا ما عملت هدول الانحناءات تاكدوا انه ما رح يكون في عندي بالانسد اوكلوجن. طيب هلا اذا كان عندي ستيب كوندايلر جايدنس حكينا بدي اعمل ستيب كومبنسيتنج كيرفز. نحن بنعرف انه الكوندايلر جايدنس جاي على هاي الكفه والكومبنسيتنج كيرفز جاي على الكفه الثانيه. اذا زدت الكوندايلر جايدنس بدي ازيد الكومبنسيتنج كيرفز، والا الميزان ما حيكون متزن، والعكس بالعكس. قللت الكوندايلر جايدنس بدي اقلل الكومبنسيتنج curves. So هذا الكلام الموجود هون steep condylar guidance لازم أعمل steep compensating curves، والعكس بالعكس less compensating curves إذن less condylar guidance. طيب هلأ خلينا نحكي أكثر عن ال anterior posterior curvature بما بمعنى آخر ال curve of Spee. وين موجود ال curve of Spee؟ جاي عندي من ال lower tip of the lower canine على ال buccal cusps of premolar and molars لحد ال anterior border of the ramus of the mandible passing through the head of the condyle. It's an imaginary curve زي هاي الصورة. شوفوا كيف عندي ال curve of Spee مبلشة عندي من ال canine من ال lower canine وجاية ما بين ال buccal cusps of upper and lower teeth وطالعة على ال anterior border of the ramus وطالعة لحد ما توصل على ال condyle. هذا هو ال curve of Spee. بدي هذا طبعا موجود عندي في natural teeth، بدي أعمل زيه على ال complete denture، لازم ألتزم فيه. ليش؟ هلأ شوفوا هون عندي هذا الدنتست عمل لي وصف لي الأسنان وكأنها جاية على flat plane، ما التزم عندي بال curve. بالتالي لما البيشنت يحرك هالدنتشر اي حركه، مثلا هون عمل بروتروجن، شو اللي حيصير؟ حيصير عندي سيبريشن. انا ما بدي هذا السيبريشن. اي سيبريشن تعني انه الدنتشر ما فيه ستابيليتي، رح يوقع. هون طبعا عملنا في الدنتشر هالانتيريو بوستيرير كيرف او الكيرف اوف سبي. بالتالي لما البيشنت عمل بروتروجن الاسنان بوستيريرلي بعضها خابطه ببعض، وهذا تعريف البالانسد اوكلوجن. اذا انا حافظت على الستابيليتي، هون الدنشر ما رح يوقع، هون رح يضل ثابت. طيب بنفس الفكره الميديو لاترال كيرفز. هلا الميديو لاترال كيرفز عندي لما البيشنت يكون عامل اطباق حيكون هالميديو لاترال كيرفز بين البالاتال اند بكال كاسبس اوف ماكسيلري مولرز اون بوث سايدز. خليني اورجيكم كيف. As you can see, this is the curve of Wilson. هاي ال curve of Spee. هاي أثناء ال centric. طيب هلأ during lateral movement هذا ال mediolateral curvature على ال working side حيكون ما بين ال lower buccal cusps مع ال upper buccal cusps. So for example حركت فكي هيك على اليمين for example، هذا ال working side ال lower buccal على ال upper buccal هي اللي راح تعطيني ال curve. وهون عندي على ال balancing side ال upper lingual مع ال lower buccal أو ال functional cusps هم اللي حيكونوا عاطيني هدول ال curve. طيب هلأ شو أهمية ال mediolateral curves اللي هي ال curve of Wilson؟ هون هذا ال denture، هذا ال patient ال dentist عمل لي denture flat بدون أي curve. بنلاحظ لما البيشنت حرك فكه يمين او يسار حيكون في عندي كثير 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 سيبريشن على الجهه الثانيه، بالتالي ما في عندي بالانسد اوكلوجن، ما في عندي ستابيليتي. مجرد ما البيشنت يحرك فكه الدنشر حيوقع. بينما لما نيجي نعمل هالكيرفز ونلتزم فيها المحصله انه وين ما يحرك البيشنت فكه كل الاسنان رح تكون خابطه ببعضها البعض، هاي على الدنشر. سو هون انا بحقق البالانس اوكلوجن. سو ذس از ذا امبورتنس اوف هاي الكيرفز، لازم تكون موجوده. هلأ كمان شغلة كتير مهمة تكون موجودة during lateral movements is medial condylar guidance angle. خليني أرسم لكم إياها عشان نفهمها ونتخيلها.
نتخيل انه هذا الماندبل وهون الماكزيلا وهون عندي التي ام جي، هاي الكوندايل وهاي الجلينويد فوسا. هلا لما نيجي نحرك فكنا يمين ويسار، الحركات اللي حتصير كالاتي على الكوندايل: رح يتحرك انتيريرلي وشوي رح ينزل لتحت، ورح يتحرك كمان ميديالي. هاي كلها بتصير لما نحرك فكنا يمين ويسار. طيب هلا لما يتحرك ميديالي، كم رح يتحرك ميديالي؟ بلس هيتكون زاوية ما بين المسار اللي راح يتحركه الكوندايل مع هوريزونتال بلين، هاي بنسميها اللي حكينا عنها الميديال كوندايلر جايدنس. يفترض إنها ما تكون لا أكبر ولا أقل من 40 درجة، ولازم نلتزم بهذا الموضوع لحتى يكون عندي بالانس أوكلوجن. طيب هلا طبعا this is extremely significant even in the protrusive movements. So when you move your mandible to the right and left, the condyle will move anteriorly ولتحت وميديالي. هلا هاي الميديال movement is determined by the medial surface of the glenoid fossa which also has an angle. So برضو الاناتومي of the glenoid fossa هون رح يحكم عندي كم رح ينزل الماندبل او كم رح يتحرك ميديالي، وايضا بشكل عندي هاي الزاويه اللي حكينا عنها اسمها ميديال كوندايلر جايدنس، مهمه جدا فور بالانس اوكلوجن. It also affects how crisp the angle of the teeth must be. يعني بحكي لي على البالانسينج سايد it determines the crisp angle of the functional cusps، وعلى الوركينج سايد it determines the angle of non-functional cusps. So انا حركت فكي على اليمين، اليمين هو الوركينج سايد، هون على اليمين أو على الوركينج سايد هاي الأنجل اللي حكينا عنها رح تأثر عندي على الأنجل وزاوية الكسب of a non-functional cusp اللي هم البكال of upper and lingual of lower. بعرف تفاصيل كتير بس يعني خلينا نبسط الأمور لحتى تكون سهلة. هلا حركنا احنا فكنا على اليمين وفهمنا الوركينج سايد وهالأنجل كيف بتأثر على الأنجلز، ماذا عن البالانسينج سايد في هاي الحالة اللي هي left side؟ هلا على البالانسينج سايد هاي الانجل رح تاثر عندي على كميه الكسب انجل اوف ذا فانكشنال كسب اللي هم الابر لينجوال مع اللور بكال عكس بعض. سو على البالانسينج سايد هاي الزاويه رح تاثر عندي على الفانكشنال، وعلى الوركينج سايد هاي الزاويه رح تاثر عندي على النون فانكشنال كسب انجلز. كمان شوي بنعرف شو هي الكسب انجل او شو هو زاويه الكسب. طيب يلا هيها اجت، ما هي الكسب انجل؟ الكسب انجل هي لو عملت هذا الخط الهوريزونتال اللي قاطع بالكسب اند خط على السلوب او انحراف الكسب، هاي الزاوية التي تنجم عندي بنسميها الكسب انجل. هلا في عندي الاسنان الاصطناعية او البروستيتك تيث ممكن تيجي عندي بكسب انجلز مختلفة، ممكن تكون زاويتها 30 درجة، ممكن 33 درجة، ممكن تكون زاويتها 20 درجة، وممكن حتى الأسنان تكون فلات. So في عندي أكثر من نوع من البروستاتيك تيث، ممكن نجيب بروستاتيك تيث كتير فلات ما إلهم أنجل، ما إلهم كسب أنجل، حرفيا حرفيا فلات، بنسميهم نون أناتوميك تيث. وممكن نستعمل اناتوميك تيث، يعني اسنان الها كسبس، الها كسب انجلز، هاي الزاويه قد تكون 33 درجه او قد تكون 20 درجه. سو في البالانس اوكلوجن اي من هدول النوعين اللي نحن بنستعملهم، نستعمل الاناتوميك تيث او بنسميها بولي اناتوميك تيث اللي الها زاويه ممكن نستعمل 20 درجه، ممكن نستعمل 33 درجه. ما بنستعمل في البالانس اوكلوجن ابدا ما بنستعمل النون اناتوميك تيث اللي هم يعتبرون فلات وزاوية الكسب أنجل فيها 0 ديجريز، ما بنستعملهم. حكينا بنستعمل الأناتوم كتير عشان نحصل البالانس أوكلوجن. طيب هلأ هنا بحكي لي كيف يعني أوجد هاي الكسب أنجل. It's an angle made by the slope of the cusp with the perpendicular line bisecting the cusp. إذن هي عبارة عن خط على slope of the cusp أو انحراف أو انحناء الكسب مع a perpendicular line that bisects the cusp، يقطع الكسب. هذه الزاوية اللي ما بين هالخطين اللي حطيناهم تعرف في الكسب angle. طيب هلا الكسب angle عندي تختلف كتعريف عن الكسب height. الكسب height هو طول الكسب،
It's the shortest distance between the top of the cusp and the base of the plane. يعني رسمنا مثلا والله هالخط، المسافة ما بين الكسب تب اللي هي أعلى منطقة في الكسب مع هذا الخط تعرف في الكسب هايت، طول الكسب. طيب وآخر إشي مش مكتوب عندكم اللي هو الكسب وث، عرض الكسب. هل الكسب نحيف ولا واسع؟ هلا اللي بدي إياكم تعرفوه، if you increase أو decrease أو alter، يعني تغيروا الكسب هايت بأي شكل من الأشكال، توسعوه تضيقوه، هاي الأشياء كلياتها أوكي رح تلعب دور في الكسب هايت. for example إذا أنا ضيقت السن أو وسعته رح يختلف الطول، ولكن الكسب أنجل ما بتختلف. So it does not change the relationship to the mean occlusal plane. بمعنى آخر the cusp angle is not affected حتى لو غيرت ال cusp height and width. زدت طول الكسب قللت طول الكسب، زدت عرض الكسب قللت عرض الكسب، الزاوية هي هي ما بتتغير. هيهم هدول التنتان يعني عرضهم مختلف وأطوالهم مختلفة إلا أن الزوايا متشابهة. They are not affected by each other. هلا عندي الكسب angle والكسب inclination اللي هم نفس المعنى، لما أحكي angle و inclination عم بحكي عن نفس الإشي. طيب هلا في عندي ما يعرف ال effective cusp angle اللي هي أنا ما أصف السن perpendicular على ال occlusal plane، لا أحطه بتلت، وهذا اللي تعلمناه بالديب سيتنج. احنا الاسنان ما بنصفهم perpendicular على الاوكلوزال تيبل مثلا، لا بنميلهم شوي، we rotate them for example، ما بصفهم هيك. هذا ما يعرف الـ effective cusp angle، هاي الزاوية هي الـ effective cusp angle. طبعا we care more about the effective cusp angle، ما بيهمني انا زاوية الكسب بقدر ما بتهمني الـ effective cusp angle اللي هي الزاوية اللي صفيت فيها الاسنان. هلا خلينا نحكي عن مرة أخرى العوامل اللي بتأثر على البالانس أوكلوجن، بتزيده أو بتقلله. مثل ما اتفقنا عندي الكوندايلر جايدنس بيأثر كتير على البالانس أوكلوجن، ولكن للأسف أنا ما بتحكم فيه. It's fixed، هذا عبارة عن أناتومي، خلقة ربنا الكوندايل ما بتحكم فيه، الكلينويد فوسا شكلها والحدية تبعتها ما بتحكم فيها. So the condyle guidance is fixed for each patient. فأنا هاي ما بلعب فيها بتاتا، ما بغيرها أبدا عشان البالانس أوكلوجن، بس أنا بستطيع إني أغير باقي العوامل. For example plane of occlusion I can alter it شوي، مثلا بيزبط إني أغيره لحد 10 درجات from the original plane. So I can change the plane of occlusion باختصار. الانسايزال جايدنس برضو بيزبط اني خلينا نحكي اغيرها، بس برضو سلايتلي مش كتير بقدر اغيرها لاني محكومة بعوامل كثيرة، منها الاستاتكس منها الفوناتكس منها فسيولوجيكال فاكتورز. ما بيزبط انا اقلل الانسايزال جايدنس بحيث مثلا اخلي مسافة بين الاسنان، حيصير مثلا كشكل مش حلو، والفوناتكس او طريقة نطقي للحروف خاطئة. So بيزبط اني انا اعدل على الانسايزال جايدنس واقللها، ولكن لحد معين ولدرجة معينة. هلا اهم العوامل في البالانس اوكلوجن اللي كدنتست بقدر اني العب فيها واغيرها هم الكومبنسيتنج كيرفز اللي هم الميديولاترال والانتيريو بوستيريور كيرفز، بمعنى اخر كيرف اوف سبي وكيرف اوف ويلسون، and the inclination of the cusps الكسب angles. هاي لأنه نحن أصلا الأسنان بنشتريهم مشترى، بيزبط نحن نتحكم فيهم على كيف أجيب والله كسب أنجل مقدارها 33 20 0 degrees، كله هاد بيزبط إني أنا أتحكم فيه. وللمرة الأخيرة الهناوس كوينت فهمنا أنه أنا عندي عاملين على كفة اللي هم الكوندايلر جايدنس والإنسايزل جايدنس وباقي العوامل اللي هي الأوكلوزال بلين و الكومبنسيتنج كيرفز و الكسب انجلز بكفة أخرى، وفهمنا إذا بدي أزيد وحدة كيف بدي أغير من الباقي. خلينا ناخذ للمرة الأخيرة آخر مثال. هلا طبعا نحن بنعرف ان الكوندايلر جايدنس ثابته، خلينا ناخذ مثال ان الكوندايلر جايدنس عندي ستيب او زياده، ايش بعمل على باقي العوامل؟ بدي ازيدهم الكف الثاني، بدي ازيدهم لحتى الميزان يضل ثابت، والانسايزال جايدنس بدي اقللها. طيب اذا كان عندي الكوندايلر جايدنس قليل شو بدي اعمل؟
بدي أزود الإنسايزر جايدنس وأقلل باقي العوامل. طيب لو كان عندي الكومبنسيتنج كيرف قليلة، إيش بدي أعمل على باقي العوامل؟ مثلا بدي أزيد اللي على نفس الكفة وأقلل على الجهة الثانية، بس طبعا الكوندالر جايدنس ما بيسبق إني أتحكم فيه. طيب مثال آخر، مثلا زدنا الأوكلوزال بلين كيرف، زدنا، شو بدي أعمل على باقي العوامل؟ اللي على نفس الكفة بدي أقللها، واللي على الكفة الثانية بدي أزيدها. طيب هلأ هاي الوردة تختصر عندي كل الأمثلة أو كل الاحتمالات اللي موجودة عندي. For example هنا بيحكي لي إذا زدت الـ incisal guidance إيش بدي أعمل على باقي العوامل؟ الـ condylar guidance بده يقل، وباقي العوامل اللي هي الـ cuspal angle والـ compensating curves والـ occlusal plane بدهم يزيدوا. أنا بصراحة يعني هاي الوردة كتير حلوة وكتير سهلة، بس هدول أسهل، على هاي الطريقة أسهل. دائما تخيلوا أمامكم ميزان وبدكم الجهتين متوازنات. طيب طبعا keep in mind you cannot change, you cannot alter, you cannot control كل العوامل. For example ال condylar guidance I cannot change it, هاي من ربنا، خلوا هذا الموضوع في بالكم. طيب هنا بس اختصار لكل شيء حكيناه. هلا في هون عندي question كتير مهم، what does it indicate when the lower denture ال lower mandible على ال articulator when you protrude لما تقدموه على ال articulator anterior teeth are edge to edge وال incisal pin touching the table and posterior teeth are separated. It indicates that there is no compensating anterior posterior curve and surfaces are flat. يعني هون على ال articulator لما أنا أقدم الفك للأمام وال anterior teeth خابطين ببعض والبن ثابت والبوستيريور تيث انفصلوا عن بعضهم البعض، إذا هون شو المشكلة؟ إني أنا ما عملت الكومبنسيتنج كيرفز، صفي عندي مثل هاي الحالة. أوكي، بينما لما أعمل أنا الكيرف أكيد 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 الأسنان راح تضلها لامسة ببعضها البعض. طيب هلا فرضا برضو على الارتكيليتر حركنا الفك يمين ويسار. For example حركناه على الرايت سايد اللي هو الوركينج سايد، الاسنان خابطين ببعض، بس على البالانسينج سايد الاسنان منفصله عن بعضها البعض. كيف ممكن احل هاي المشكله؟ I can make a steeper compensating curve أو make the occlusal surface flatter on the working side of the mandible. يعني إذا كان عندي أنا على البالانسينج سايد على اللفت سايد الأسنان مش خابطة ببعض، ممكن أزيد الكيرف mediolaterally أو على الرايت سايد الوركينج سايد أخليه شوي فلات أكثر. So يا بخليهم الاثنين فلات على اليمين وعلى اليسار، يا بخلي اليمين واليسار كتير كيرفد على الجهتين. طيب هلا سوف فهمنا نحن الهاناوس كوينت أو الخمس عوامل التي تؤثر على البالانس اوكلوجن. هلا في عندي الترابوزانو لو اوف ارتكيوليشن، هون عندي اونلي 3 فاكتورز افكت ذا بالانس اوكلوجن بناء على هذا العالم اللي هو الكوندايلر جايدنس والانسايزل جايدنس والكسب انجل. هلا بين هدول الثلاث مين اللي نحن عن جد نقدر نتحكم فيها 100%؟ اونلي ذا كسب انجل. الانسايزل جايدنس اوكي بنتحكم فيها بطريقه قليله بس مش 100%، والكوندايلر جايدنس او انكلاينيشن طبعا هاي من ربنا ابدا ما بنقدر نتحكم فيها. سو بين هدول الثلاث عوامل اللي بيزبط to change it and alter it and control it is the cusp angle. هلا خلينا نشوف سيناريوهات مختلفة على الأوكلوجن. في حال أنا وياكم ثبتنا الكوندايلر جايدنس كان ثابت عندي ومش مأثر عندي على الأوكلوجن بين يعني هدول الثلاث عوامل، ثبتنا الكوندايلر جايدنس، إيش بدي أعمل بهدول العاملين لحتى أحافظ على البالانسد أوكلوجن؟ أول شيء if we increase the incisal guidance angle you have to increase the cusp angle, if you decrease the incisal guidance angle you have to decrease the cusp angle لحتى نحافظ على البالانسد أوكلوجن. نرجع للميزان، هون ال incisal guidance، هون ال condylar guidance، وهون عندي كانت الكسب angle. هلا الكوندايلر جايدنس ثبتنا، زدنا الانسايزل جايدنس عشان اثبت الكفتين على الميزان، بدي ازيد الكوندايلر الكسب انجل. قللت الانسايزل جايدنس اكيد 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 بدي اقلل الكوندايلر سوري الكسب الانجل لحتى احافظ على الميزان. اذا
زدت واحدة وقللت الثانية، أكيد أكيد الميزان رح تنزل كفته باتجاه شغلة من هالشغلات. طيب هلا نرجع لهذا المثال. هاي عندي هون كوندايلر جايدنس، انسايزل جايدنس، كسب انجل. هلا انا وياكم بدنا نثبت الانسايزل جايدنس، بدنا نخليه كونستنت ثابت، وبدنا نشوف اثر الكوندايلر جايدنس على الكسب انجل. في حال كان عندي ستيب كوندايلر جايدنس لازم ازيد الكسب انجل لحتى احافظ على البالانس اوكلوجن، وفي حال كان عندي شالو كوندايلر جايدنس شو بدي اعمل على الكسب انجل؟ بدي اقللها لحتى احافظ على البالانس اوكلوجن. وبرجع بذكركم الكوندايلر جايدنس من ربنا، الكسب انجل بيزبط اني انا اعدل عليها، فبستغل هذا الموضوع في الكومبليت دنتشر. طيب سو هذا المكتوب، اذا كان عندي كوندايلر جايدنس زايده لازم ازيد الكسب انجل لحتى احافظ على البالانس اوكلوجن، وفي حال كان عندي الكوندايلر جايدنس قليله الكسب انجل should be decreased. هاي طبعا نحن بنتحكم فيها، وهاي لا للمرة الأخيرة نذكركم. سو هلا in conclusion بدنا نفهم انه الانسايزال جايدنس اذا كانت كتير حادة هذا الاشي بيأثر على البالانس اوكلوجن، فحتى اوازن الامور لازم ازيد من الكسب انجل او ازيد من حدة الكومبنسيتنج كيرفز لحتى أحافظ على الأوكلوزال بالانس. تمام، ضروري جدا البالانس أوكلوجن، لأنه بالانس أوكلوجن يساوي أوكلوزال ستابيليتي، يعني إنه الدنتشر ثابت بمحله والعكس بالعكس. هلأ طبعا نحنا دائما بنحاول نخلي الانسايزال جايدنس as shallow as we can، وفهمنا أنا ما بدي الانسايزال جايدنس تكون كتير عالية، ما بدي اللور تيث تزحلق كثير على البلاتال سيرفس اوف ابر تيث، لانه هذا الشيء رح يخلي الماندبل كثير ينزل لتحت، بالتالي البوستيرير تيث كثير رح ينفصلوا عن بعضهم البعض. هذا الشيء ابدا 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 نبعد عنه. طيب هون عندي كثير سيناريوهات، فور اكزامبل اذا زادت عندي الهوريزونتال اوفرلاب اوف انتيرير تيث، بمعنى اخر زاد عندي الاوفر جت، بمعنى اخر قل عندي الانسايزال جايدنس، ايش بصير؟ هلا اذا زدنا الاوفر جت وزدنا الانسايزال جايدنس الكسبس بدها تكون اقصر، بخلي الكسبس اقصر لحتى احافظ على البالانس اوكلوجن. هلا في حال قلت عندي الاوفر جت يعني زادت عندي الانسايزال جايدنس بوستيريور كسبس should be taller، بطول الكسبس لحتى يكون في عندي بالانس اوكلوجن. طيب ماذا عن أثر، خلينا نطلع هلأ على أثر الـ vertical overlap of anterior teeth اللي هي الـ overbite. بنعرف أن العلاقة طردية ما بين الـ overbite والـ incisal guidance. إذا زدنا الـ overbite اللي هي الـ vertical overlap بدها تزيد عندي الـ incisal guidance، شو بدي أعمل؟ بطول الـ posterior cusps. إذا قلت عندي الـ overbite بتقل عندي الـ incisal guidance، إذا بيسمح لي هذا الموضوع أني أخلي الـ posterior cusps قصيرة. طيب هلأ موضوع الأوكلوزال بلين، بصراحة الأوكلوزال بلين شو بدي اياكم تعرفوا عنه؟ يعني إذا زدنا مثلا الأوكلوزال بلين، إذا زدنا الأوكلوزال بلين posterior cusps must be shorter، بدي أقصرهم، والعكس بالعكس. الـ curve of C إذا كانت كتير convex أو كتير 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 مدورة posterior teeth must be short، والعكس بالعكس. هلا بس بدي اياكم تعرفوا شو علاقة الكسب هايت، يعني ليش انا بقصر الكسب بطولها. هلا اذا كان في عندي اي عامل، اوكي اي عامل بيزيد عندي من التيث سيبريشن بالمنطق، بطول الكسب لحتى يضلهم خابطين ببعضهم البعض قدر الامكان. فور اكزامبل زدت الاوفر بايت تمام، وكانت عندي الانسايزال جايدنس كتير عالية، مش هذا يعني انه البوستيرير تيث كتير رح ينفصلوا عن بعضهم البعض؟ مش هذا يعني لو خليت الكاسبس قصار زاد السيبريشن، بالمقابل لو زدت طول الكاسبس بقل السيبريشن؟ فهاي هي الفكرة، فاربطوا لي هدول الشغلتين. أي عامل بزيد من البوستيريور تيث سيبريشن روحوا زودوا لي طول الكاسبس. بس هذا اختصار صراحة لكل هذا الجدول، إذا فهمنا هاي الفكرة بصير هذا الجدول كتير سهل. طيب هنا عندي تذكير، ما هي الكريستنسنس فينومينا؟ هي انه لما اجي اعمل بروتروجن فقط الاسنان الانتيرير خابطين ببعضهم البعض، بينما البوستيرير تيث مفصولين عن بعضهم البعض.
هالي كريستنسنز فينومينا موجودة في الناتشرال تيث فقط، في الكمبليت دنتشر ممنوع تكون موجودة عندي الكريستنسنز فينومينا. لازم لما أعمل بروتروجن في الكمبليت دنتشر الأنتيرير والبوستيرير تيث خابطين ببعضهم البعض. So what's the Christensen's phenomena? It's a gap أو space في الناتشرال dentition فقط بتصير على ال opposing teeth يعني ال upper وال lower posterior teeth when the mandible is protruded أو لما يكون متقدم للأمام. بعمل عندي posterior open bites يعني posteriorly الأسنان مش خاطئة ببعضهم البعض. طيب في حال غلطت وعملت هالكريستنسنس فينومينا في الدنتشر رح يصير عندي instability، كل ما البيشنت يقدم فكه للأمام ال anterior teeth خابطين ببعض والposterior teeth مفصولين عن بعض، هذا يجعل الدنتشر أبدا مش مستقر، رح يوقع الدنتشرز في محلهم. طيب آخر جزء عندي من المحاضرة بدنا نقارن ما بين الناتشرال and artificial teeth من عدة نواحي. أول شغلة في الناتشرال teeth إنه إحنا عندنا الناتشرال teeth كل سن بيشتغل لحاله، يعني السنترال انسايزر مفصول عن اللور فيرست مولر مفصول عن البريمولر، كل سن يعمل كوحدة لحاله. Okay, they function independently. ولكن في الارتفيشال تيث أنا عندي هالكمبليت دنتشر دامج بين كل الأسنان، يعني إذا بدي أحرك السنترال انسايزر كل الأسنان بدها تتحرك. So الارتفيشال تيث function as a group، خلص كل الأسنان في الأبر تيث كقطعة واحدة بتتحرك، هذا الشيء على فكرة جدا سيء. طيب ثاني شغلة موجودة في الناتشرال تيث، المال اوكلوجن كان بي نون بروبلماتيك فور ا لونج تايم، يعني والله عندي مثلا سن كثير طويل، سن ملفوف، والله عندي كراودنج او اسنان متزاحمة، ما بيأثر عندي في الناتشرال تيث. ولكن في الارتفيشال تيث ممنوع اي مال اوكلوجن، ممنوع اي خطأ في الاطباق، هيعمل عندي immediate drastic problems، هيعمل عندي مشاكل كثيرة منها ألم، منها ذوبان عظم، منها مثلا احمرار على الرج او ألسرز او حمو او تقرحات وكثير كثير كثير اشياء. هلا في الناتشرال تيث النون فيرتيكال فورسز ار ويل توليريتد. كيف يعني نون فيرتيكال فورسز؟ يعني والله حركت فكي لليمين لليسار، اثرت على الاسنان بطريقه اوبليك، عادي بالناتشرال تيث نتحملها. بينما على الارتفيشال تيث كل هاي الحركات they damage the supporting tissues، كلياتها هاي بتاثر على العظم، بتاثر على الميوكوزا. طيب الحركات هاي non vertical يعني. طيب هلا في natural teeth incising does not affect the posterior teeth، يعني هلا بالمنطق احنا قطعنا تفاحة، جبنا تفاحة او سندويشة وقطعناها في ال على الانسايزرز، عملنا incising، هل ال posterior teeth تأثرت بأي شكل من الأشكال؟ أكيد لا، لأنه كل سن يعمل على حدة، فال anterior teeth ما بتأثر على ال posterior teeth. هذا الموضوع في ال artificial teeth أو في ال complete denture مش موجود، فال incising will lift the posterior part of the denture، يعني مجرد ما ال patient اللي حاطط complete denture يحاول يعض على التفاحة تأكدوا أن ال denture رح يوقع من محله. طيب هلا عندي في الناتشرال تيث the second molar is the favored area for heavy mastication for better leverage and power، بينما في الارتفيشال تيث heavy mastication over the second molar can tilt or shift the denture base. إذا في الناتشرال تيث أكثر أسنان نحن بشكل طبيعي بنحب نمضغ عليها هي السكند مولرز، بينما الارتفيشال تيث لا، اذا بنعمل ماستيكيشن قوي على السكند مولرز في الكومبليت دنتشر ممكن الدنتشر انه يوقع من محله او يتحرك من محله. طيب هلا في الناتشرال تيث bilateral balance is not necessary and usually considered a hindrance، يعني انا ما عندي balanced occlusion في الناتشرال تيث، بينما في الارتفيشال تيث البالانسد اوكلوجن ضروري جدا والا الدنتشر ما حيكون فيه ستابيليتي. حكينا balanced occlusion تعني stability، ما في عندي balanced occlusion ما في عندي stability، هذا وين؟ في ال complete denture. طيب هلا نيجي على آخر نقطة في natural teeth، ال proprioceptive impulsive give feedback to avoid occlusal prematurities which helps patients to have habitual occlusion away from centric relation. هلا أنا عندي بالأسنان بنعرف إنه نحن الأسنان ثابتة بالعظم عن طريق ال PDL اللي هم ال periodontal ligaments. هاي عبارة عن أحبال صغيرة تثبت عندي جذور الأسنان بالعظم المحيط بالأسنان. هدول الـ PDL سبحان الله فيهم خلايا وفيهم أعصاب معينة بتعطيني proprioception، يعني بتعطيني زي feedback في الدماغ إنه أنا والله هون كتير ضاغطة، لما تضغط مثلا على حجر
البي دي ال بحس بهالشغله فبروح بحكي لك افتح تمك بسرعه ولا رح ينكسر السم. تمام. سو هاي هي البروبريوسبشن، انها بتخليني احس بالضغط. طبعا هذا الاشي مش موجود في الارتفيشال تيث. نحن لما نخلع الاسنان خسرنا البي دي ال، خسرنا البروبريوسبشن، فممكن البيشنت يضل يعض على اشياء بدون ما يكون عنده هالفيدباك اللي حكيناها، بدون ما يكون في عنده احساس بالضغط او البروبريوسبشن، يؤدي مثلا الى كسر الدنشر. وبس ها نهاية محاضرتنا، أتمنى كلكم تكونوا استفدتوا. أي سؤال على المحاضرة لا تترددوا بإنكم تسألوني.